بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخوات الكريمات. اليوم إن شاء الله راح ندير مع بعض قراطة تاع السلق، بنين بزاف وسهل التحضير واقتصادي. نحتاج في طنجرة ندير قليل من الزيت، وندير البصل يتقلى هو الأول، نزيد طماطش مقطع إلى قطع صغيرة، ونزيد أغصان تاع السلق بعد ما نقيتهم مليح ولحيتهم في الحية الكهربائية. بعد نزيد الملح مع قليل من الفلفل الأحمر ونخليه يطيب حتى تطيب هذيك الأغصان تاع السلق. بعد نزيد أوراق تاع السلق بعد ما نقيتهم وغسلتهم مليح. بعد ما تبالو هذوك الأوراق نطفي النار، نفرغو في إناء كبير باش يبرد. بعد ناخذ قطعة من الجبن نعبزها بالفرشيطة، نديرلها قليل من القشطة الطرية مع قليل من الحليب. لما عندكش القشطة ممكن تستغني عليها، ديري الحليب برك أو ياوت ناتور. بعد نزيد 5 بيضات على حساب كمية السلق اللي عندك. بعد ندير قليل من الثوم، نفرغ الخليط في هذاك السلق او نحطوه في مول تاع ليغراتان، ونبشر عليه الجبن المبشور. انا استعملت الشيدر، ونحطوه في الفرن حتى يتحمر، ونعاود نتلقاه في طبق تقديم. ها هو الشكل النهائي تاع السلق تاعنا، طبق لذيذ وصحي وما يكلفش وسهل التحضير، جا طري وفي نفس الوقت شد روحه. نتمنى الطبق هذا اليوم عجبكم. ما تنسوش الجيم والاشتراك. وقبل ما ننسى، بالنسبه للاخوات القبائليات اللي حابه تشوف وصفه الكسره تاع القمح بالقبائليه، نخلي لكم الرابط تحت الفيديو. وما تنسوش ايضا الاشتراك فيها. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.